أهداف المؤتمر هو التصدي عالمياً لمنابع الفكرية داعش ومواجهتها فكرياً وإعلامياً ونفسياً، تشخيص وسائل الإعلام الداعمة والمساهمة في إسناد داعش، التقارب بين المجتمع الدولي والدول الإسلامية للتوعية بالإسلام المعتدل ومحاربة التطرف الديني الطائفي على مستويات أدى منها الخطاب الإعلامي والديني والمناهج الدراسية، العمل على بناء وتطوير الجهد النفسي في المؤسسات العراقية، التأكيد على دعم ووقوف العالم مع العراق في حرب ضد الإرهاب، مواجهة دعاية داعش عالمياً. إذن هي أهداف المؤتمر. اليوم حربنا مع عناصر التنظيم الإرهابي هي ليست فقط حرب عسكرية أو جهد هندسي أو جهد جوي أو مدفعي، وإنما حربنا هي فكرية وأيضاً إعلامية ونفسية. هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني، تم عقد المؤتمر الأول العام المنصرم وحقق تقدم كبير، واستطعنا من خلاله التعاون مع ومن خلال التعاون مع قوات التحالف من تدريب كوادر عديدة للإعلام الحربي العراقي، وتم تخصيص معدات بمبلغ 5 مليون دينار، تم شراء بها معدات دقيقة تساعد بعملية نقل حقائق الانتصارات والمعارك وكيفية إيصال الانتصارات اللي حققها أبطالنا في ساحات المعارك ضد عناصر التنظيم الإرهابي. خلال الفترة اللي انعقد بها المؤتمر الأول العام المنصرم كانت في بدايتها هي معارك تحرير مدينة الرمادي إذا الكل يتذكر، وكان من أهم ما قمنا به هو العمليات النفسية والإعلامية ضد عناصر التنظيم الإرهابي. كان دور كبير للخلية الوطنية في العمليات النفسية في مستشارية الأمن الوطني بعملية مجابهة عناصر التنظيم الإرهابي فكرياً وإعلامياً ونفسياً. استطعنا من خلاله وخلال كل تلك الفترة التي مضت من تحقيق تقدم كبير في المجال الإعلامي، حقيقة حققنا نصر إعلامي كبير ونفسي كبير ضد عناصر التنظيم الإرهابي. هناك حقيقة رمي ملايين المنشورات على المناطق التي كانت مغتصبة، حققت يعني تقدم كبير وهناك تعاون كبير من المواطنين. أيضا المؤتمرات والندوات واللقاءات التلفزيونية كان لها دور كبير، هناك قنوات أو يعني إذاعات ميدانية وكذلك إذاعة راديو تم توجيهها للمناطق اللي كانت مغتصبة، حققت تقدم كبير بالعمليات النفسية والإعلامية، وإن شاء الله مستمرين.